السلام عليكم بنات ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله تشوفوا معنا واحد الكشير ديال الاعشاب، راه كيطلع زوين ومفيد في هذا البرد بالنسبة للدراري الصغار ياخذوه في الفطور. عندي هنايا ان شاء الله في المكونات، بسم الله، عندي 50 غرام هكذاك ديال الكفتة، واللي ما عنده يتفاداها بلاش. عندي هنايا زلافة مسلوقة ديال الرز، شوية ديال الزبدة وشوية ديال الملحة، يكون مسلوق مزيان طيب مزيان. عندي ثلاثة ديال البيضات، عندي ثلاثة ديال الفرماجات من 30 او لا مربعين، عندي رأس معلقة ديال سكنجبير، رأس معلقة ديال الكمون البلدي، واحد دريس ديال الثومة، ورأس معلقة ديال الابزار، والملحة على حسب الخليط. انا غندير الملحة بيدية، ما غاديش نقول لكم القياس ديال الملحة، انما الملحة على حسب الخليط، هو تيبغي الملحة ولكن ما يكونش ملح بزاف. عندي هنا معلقة كبيرة ديال التحميرة، انا كنفضل ندير التحميرة، واللي بغى الباربا يديرها على حسب اللون. وعندي هنايا كاس لاروب معامر ديال الزيت البلدية، وعندي هنا ربعة المعلقات كبار ديال السميدة الرقيقة، وعندي هنايا راس معلقة ديال القزبر يابس من الكوك، وراس معلقة ديال الزعترة، وراس المعلقة ديال الزعتر. المهم عندي الزعترة والزعتر بجوج. غنبداو ان شاء الله بسم الله. غندير ديك الزلافة ديال الرز اللي مسلوقة، غنزيد عليهم ديك ثلاثة ديال البيضات، غنزيد عليهم ديك الكفتة. المهم راه غير شوية ديال الكفتة، ماشي بزاف. غندير دوك ربعة المعالق كبار ديال السميدة الرقيقة، دوك ثلاثة ديال الفرماجات، غندير داك راس معلقة ديال سكنجبير، وراس معلقة ديال الكمون البلدي، وراس معلقة ديال الابزار، ودريس ديال الثومه، والملحه نخليها هي الاخر كيف قلت لكم. غندير ديك معلقه كبيره ديال التحميره باش كيعطينا اللون، وراه جربوها البنات راه كيجي زوين، ياخذوه الدراري الصغار بالنسبه للفطور راه مفيد ليهم. غندير داك كاس لاروب ديال الزيت البلدية، غندير داك قزبر يابس مطحون، وهاد الزعتر والزعترة ندوزهم في يديا. الملحة كيف قلت لكم غنخليها هي الاخرى باش نديرها على حسب عيني ميزاني باش كنشوف شحال كيكفيني. دابا غندوز ان شاء الله باش نخلط هذا الشيء في الميكسور، غنخلطو مزيان نطحنو مزيان تيتلك. Thank you.
البنات لكيت داك الخليط اللي عندي جا على هذا الشكل، راه ريحته كتجي طالعه عاتيه، كتجي زوينه. والزيتون بطبيعه الحال غنخلوه هو الاخر باش نديروه في الوسط، وكنحتاجو السلوفان وبابي الومنيوم باش تنجمع فيه داك الخليط. كندير السلوفان بحال هكا، ثلاثه ديال الطبقات اولا جوج، الا كان السلوفان البنات كبير من الاحسن، انا عندي غير هذا صغير. غندير غير جوج طبقات، ندوز دابا ان شاء الله نفرق هذا الخليط على جوج. وغنفرق هذيك الزيتون، غنديرها هكا في الوسط. باش منين كنقطعو كتبقى لينا غير في الوسط، كتجي باينه. كندوز دابا باش نلفوه بحال هكا، كنخليهم طبيعة الحال مرخرخ فين الا باش الا طاب كيتزاد لينا. وانا كنديرو في البرمة، كنديرو كيفور، ماشي في هذا، ماشي في الطنجرة. اللي بغا يديرو في الطنجرة يديرو، انا كنديرو في هذه في البرمة كيفور. انا رادة البرمة كتسخن، غندوز دابا باش نديرو في السلوفان في بابي الومنيوم عفوا. كنحطو دابا باش ندوز نصايب واحد اخر ان شاء الله بنفس الطريقه. بعد البنات جمعت كاع داك الخليط اللي عندي ولفيته في بابي الومنيوم والسلوفان. دابا غندوز ان شاء الله باش نفورهم. تا المهم الثياب راه كيتنفخ، كيبان لكم راه تزاد. من بعد البنات حطيتو يفور بحال هكا في الكسكاس لوقيته من 45 دقيقه حتى ل 50 دقيقه. نتوما غتشوفوا الثياب ديالو بلي راه تجمع خساح، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو. من بعد البنات طاب لينا الكاشير ديالنا، ها هو انا راحت ليا جوج، وخليوه حتى تيبرد مزيان. انا ما خليتوش تيبرد مزيان، غنقطع معكم ان شاء الله باش تشوفوا دابا كيفاش جا. بسم الله،
عليكم اخرى باش يبان لكم الزيتون. شفتوا كيفاش كيجي؟ انا راه باقي سخون الا كتلاحظوا. خليوه نتوما حتى يبرد مزيان، راه كتجي فيه دوك الزيتون والاعشاب تيجيو باينين. المهم جربوه راه زوين في هذا البرد. بالنسبه للدراري الصغار راه مفيد ليهم، فيه الكفته وفيه الفرماج وفيه البيض. الا فطروا فيه، الا فطروا بيه راه ما كيفكروش في الغدا حتى لواحد الوقت، راه كيجي زوين. ايوا نتمنى يكون عجبكم وبالصحه والراحه، وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.